الركنية للمصري مع الوقت بدل الضايع من نهاية المباراة والوقت الاصلي والتعادل السلبي حتى الان. ركنية بقدم حسين السيد، على طول حسين السيد عالية خطة والرأس والهدف الهدف 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 هدف التقدم، جول الهدف الاول، الرأسية الغير عادية، مروان حمدي يسجل يا سيادة الهدف الاول، الهدف الاول، هدف التقدم، الهدف القاتل في الدقيقة الخامسة بلس 90 من نهاية المباراة. عرضية ذهبية، عرضية ذهبية بقدم حسين السيد ثم الارتقاب وضربة الرأس القوية من المهاجم الخطير مروان حمدي. هادي حسين يلعب العرضية ثم الارتقاب وضربة الرأس الغير عادية من مروان حمدي، حطاقة وقوية وعالية على الشمال محمد الشناوي عشان النادي المصري يتقدم الآن بالهدف الأول القاتل يا سيادة في الدقيقة الخامسة بلس 90 من نهاية اللقاء. واحد المصري لا شيء النادي الأهلي. طاهر محمد طاهر واللمة والعرضة والرأس والدفاع ممتاز من لعبة النادي المصري. النادي المصري عمل ماتش كبير، عمل ماتش كبير وعمل دفاعات قوية وحكم اللقاء يديها ركلة جزاء، ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي. يا الله يا الله يا الله، إثارة وأي إثارة، سخونة وأي سخونة، على طول حكم اللقاء يدي ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي. هذا إلياس الجلاصي لم كرته عدى ثم السقوط، ثم السقوط لحسين الشحات وحكم اللقاء يا سادة يديها ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي. امتى؟ في الدقيقة الستة بلس 90 من نهاية المباراة. حسين الشحات يضغط وعاوز يجيبها ولكن في شدة من فليلة من الياس الجلاصي وحكم اللقاء يديها ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي. ياه على الإثارة والسخونة والجمال، المصري واحد وهدف براسة اللاعب مروان حمدي، وهذه بطاقة صفراء، بطاقة صفراء واعتراض من اللاعبين على حكم مباراة اليوم، وفي حكام الفيديو، في حكام الفار، في حكام الفار عشان يأكدوا على قرار حكمنا. بطاقة صفراء من نصيب عمرو السعداوي واعتراض من اللاعبين على حكمنا. حوار الياس الجلاصي وعمرو موسى ومحمد دبش، وهذه كمان انذار من نصيب اللاعب عمرو موسى. ضرب الجزاء، ضرب الجزاء لصالح النادي الاهلي، ضرب الجزاء لصالح النادي الاهلي المتاخر حتى الان بهدف واحد مقابل لا شيء. هدف براسيه ذهبيه ومن ضربة ركنية بقدم حسين الشحات والراسية الروعة من مروان حمدي، حطها قوية على الشمال الشناوي عشان يسجل الهدف الوحيد حتى الآن في المباراة. وبعديها بستين ثانية حكمنا يحتسب ضرب الجزاء للنادي الأهلي. لسه الاعتراض ولسه الحوار مع حكام المباراة، كابتن علي ماهر مدرب النادي المصري وجهازه الفني، كابتن محمد عبد الكريم مدرب العام، وادي حكامنا الكابتن عبد العزيز السيد، وحوار مع لاعبي الاهلي ولاعبي النادي المصري. ركله جزاء لعبها مين؟ نشوف ونتابع. شايف رام ربيع وشايف كمان احمد كندوس هيلعب الركله. رامي ربيعة وركلة جزاء قاتلة في وقت قاتل من نهاية المباراة. لا والله سابها لعلي معلول، علي معلول وركلة جزاء لصالح النادي الأهلي مع دخولنا للدقيقة التاسعة بلس 90 من نهاية المباراة. ركلة جزاء علي معلول والحارس محمود جاد وحكم المباراة، والركلة
والإثارة والمتعة والجمال. علي معلول ومحمود جاد وركلة الجزاء قاتلة علي معلول وحطها في نص المرمى. جول جول هدف التعادل للنادي الأهلي في الدقيقة 100 من نهاية المباراة. ياه 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 يا على الجمال ما لكل الجمال، يا على الإثارة ما لكل الإثارة. هدفين مشاهدينا في أوقات قاتلة من نهاية المباراة. هذا هدف التعادل من ركلة جزاء بقدم النجم التونسي علي معلول، حطها قوية جميلة بالقدم اليسرى في نص المرمى عشان النادي الأهلي يرجع للمباراة ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 10 بلس 90 من نهاية المباراة. واحد الأهلي واحد النادي المصري. البورسعيدي الشناوي عطف اليمين لطاهر محمد طاهر، مجهود كبير عاملينه لاعبي ونجوم الناديين طوال الموسم الحالي. لمسه كندوسي مهاره لما كورته حلوه عدى خطير كندوسي والتصويب والهدف. جول جوا جول الهدف الثاني، هدف التقدم الغالي. احمد كندوسي النجم الجزائري ابن بلد المليون ونصف من الشهيد احمد كندوسي في انطلاقه عنتريه وتصويبه جميله قويه بالقدم اليسرى روعه تروح وتعدي على شمال محمود جاد عشان النادي الاهلي يتقدم الان يا ساده بالهدف الثاني في الدقيقه 107 من عمر اللقاء. بعد ما كان الاهلي يعاني وبعد ما كان الاهلي متاخر بهدف واحد مقابل لا شيء، بالخبره والاصرار والعزيمه قدر يحول تاخره من 0-1 الى تقدم 2-1. تصويبه جميله، تصويبه جميله بقدم على طول النجم الجزائري احمد كندوسي صاحب القميص رقم 26 النهارده في المباراه، يسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي ويسجل كمان تاني اهدافه مع النادي الاهلي في هذا الموسم بكل تاكيد. احمد كندوس سجل هدف مع الاهلي، والهدف ما قبل كان سجله في بطوله دوري ابطال افريقيا